السلام عليكم، معكم أسماء ياسر، دفعة 2020. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن جي أي بليدنج. هو الفيديو ده تكملة من الفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات كان مينلي بيتكلم عن بطن أكتر، بس لو أنت بتذاكر جراحة برضو لازم تبقى شايف الكلام اللي قبل كده عشان تبقوا مراجعين على الكوزز وتبقوا مراجعين على التريتمنت. مع أي تريتمنت برضو بنمشي بالميديكال الأول، بعدين بنمشي بالسيرجيكال. بس أنا عرفت منكم إن في شوية بوينتس كده كانت موجودة عندكم في الكتاب، والكتاب عندكم ملخبط شوية، فكنت محتاجين إن أنا أسترس عليها شوية. فدي الحاجات اللي هنعدي عليها إن شاء الله ونتكلم فيها أكتر. الكام سلايد الأولانيين دول مراجعة عن الفيديو اللي فات سريعا كده عشان لو في حد شافه بقاله فتره او حاجه. احنا قلنا ان احنا عندنا اربع انواع جي اي بليدنج، واللي هو الهيماتيمسيس والابر والجي اي بليدنج واللور جي اي بليدنج والابسكيور والاكلت. تمام، الجزء اللي في الجراحه بيتكلم اكتر عن الابر، ما بيجيبش سيره اللور خالص. تمام، يمكن اكتر اللور بيبقى موجود في الكولوركتال اكتر، لكن الجزء بتاع الجي اي تي بيتكلم عن الابر جي اي بليدنج، فهو ده اللي هنركز عليه بالسيرجيكال انترفنشنز بتاعته. فاحنا كنا قايلين ان الابر جي اي بليدنج بيجي برزنتيشن من اربعه، اللي هو الايرون ديفيشنسي انيميا او هيماتيمسيس، ولو ماسيف بيبقى هيماتوكيزيا اند سو ومينين. تمام، فالهيماتيمسيس ده فوميتنج اوف يا فريش بلاد، وده لو كميه البليدنج قلنا بناخد الهيستوري ازاي، ولا ممكن يبقى سمول اماونت اوف الترد بلاد عشان هو بينزل في الستمك، فالبلاد بيبقى فيه اسيد في الستمك ات اكس اون ات وبيغير لونه. واحنا حتى كنا بنفرق ما بين الهيماتيمسيس والهيموبتيسيس بالشكل ده. تمام، وقلنا ان الابر جي اي بليدنج بيبقى لحد الليجمنت اوف ترايتس، اللي هو بيبقى عند الليفل اوف L1، اللي هو عشان كده مكتوب بليدنج سايت از نو مور ديستال تو ذا ديودنم. تمام، وقلنا بعد كده حته الهيستوري اللي هو الميلينا والدارك ستول، ولازم نكسكلود ان البيشنت بياخد ايرون ولا لا، وممكن يبقى فيه بليدنج فروم ذا كولون اللي هو الهيماتوكيزيا، والماسيف بليدنج مي بريزنت از فريش ريكتال بليدنج. الكلام ده كله مراجعه عن قبل كده. الجزء ده يمكن مكتوب اكتر في الجراحه، بس حته الاكتيفيتي اوف ذا بليدنج، لو البيشنت جاي بفريش بليدنج عايز اكون عارف هل هو لسه في بليدنج شغال ولا لا. هل مثلا البلاد اللي بيفومت بيطلعه ده كافي جراوند ماشي، هم كانت كميه صغيره وخلاص الهيدروكلوريك اسيد اللي في الستمك اكتد اون ات وخلاص، ولا لسه في اكتف بليدنج شغال. كل ما كان في اكتف بليدنج كل ما بيزود المورتاليتي ريت. طبعا الجزء بتاع الجراحه حاطط زي عناوين وشويه سطرين ثلاثه تحتهم، الكلام ده يعتبر هو شكله ملخبط في الكتاب. انا شفت الكتاب بتاعك شكله ملخبط، او الهاند اوت يعني شكله غريب وتحسي ان هو ما فيهوش داتا. عشان كده انا شخصيا كنت بذاكر الجي اي بليدنج ده من البطنه، واقرا كلمتين في الجراحه كنت معلمه عليهم بالظبط، اللي هو حته الري بليدنج وكام حاجه احنا هعدي عليهم في البابتيك التر والحاجات دي، انما الباقي كله هو بيبقى كونسبت بتمشي عليها في البطنه وبتكمل عليها جراحه. ده في اي موضوع ان جنرال، لما تيجي تذاكر حاجه ليها بطنه وليها جراحه زي مثلا الليمفوما، ذاكروا البطنه وبعدين رجعوا ذاكروا الجراحه تاني. تمام، المهم فالاكتف بليدنج بقى ده بيزود المورتاليتي ريت 2 تو 3 فولد. طبعا الارقام مش عليكم، لها في برسنتجز كتير وفي حاجات كتير انا شايلاها من هنا عشان ملهاش لازمه، هي بس زي قرايه كده ماشي الستاتستكس تبقى للعلم بالشيء يعني. تمام، وكنا قايلين في السكيم بتاع المانجمنت هجيبه دلوقتي قدام ان احنا بنركب ان جي تيوب برده، ممكن الان جي تيوب اسبيريشن بي نيجاتيف في 10% اوف بليدنج. لو عند البيشنت عنده ديودنال الزر تبقى بعيده شويتين، النيزو جاستريك تيوب بيتركب لحد السمك، فالديودنم لو في ديودنال الزر وهي دي اللي عامله البليدنج، ممكن تبقى البليدنج ديودنال الزر دي عامله اديما او بايلورو سبازم، فالبلاد ما طلعش لفوق ان هو يعمل الهيماتيك، ان هو يعمل يعني النيزو جاستريك تيوب اللي متركبه دي يبقى باين فيها البلاد. تمام، وحته the sensitivity of nasal gastric aspirate of assessing active bleeding 79%. ماشي، معظم الوقت بتبقى موجوده عشان مش كل البليدنج، مثلا حتى لو بليدنج ديودنال الالتر مش كلهم بيبقى معاهم اديما او بايلورو سبازم، فعادي مش مشكله. ده شويه كلام كده ستاتستكس وخلاص. السايت احنا كنا قايلين بالتفصيل في الفيديو التاني عن الكازز. تمام، وركزنا على الكازز بتاعت الابر وبتاعت اللور والحاجات دي، بس مراجعه سريعه كده. هنا متقسمين، كان دايما في الجراحه بيقسموا الحاجه اكوردنج للسايت بتاعها. البين مثلا بيجي في المكان ده، او البين بيجي من الاورجن ده او كده. حتى مثلا لو حد فيكم شايف فيديو الاكيوت ابدومن، الجراحه كانوا بيقسموها تقسيمه والبطن بيقسموها تقسيمه، او ان جنرال يعني في ناس بتقسمها الجراحه دايما بيقسموها الفور كوادرنت والبطن 9 كوادرنت كده. المهم السايت اوف بليدنج، لو اسفجيال بليدنج وده الموست كومن كوز اوف بليدنج ان ايجيبت،
عشان ده ساعات بيجي سؤال ام سي كيو كده، الفارسز وراه وفي الاسوفاجايتس، وممكن يبقى في ألسر في الاسوفجس، ممكن يبقى نيوبلازم، ممكن المالري فايس تير اللي هو اللونجيتيودنال تير اللي كنا قايلين عليه وكنا موريين صور، وفي الهيات الهرنيا. الهيات الهرنيا دي محطوطه في الاخر عشان هي مين اللي بتعمل جيرد، ما بتعملش بليدنج قوي. الديودنم ممكن البيشنت يبقى عنده ديودنايتس او ديودنال التر. طبعا ديودنال التر او البيبتيك التر ان جنرال از ذا موست كومن كوز اوف بليدنج او اوف ابر جي اي بليدنج وورلد وايد مش في مصر. طبعا محطوط ديودنايتس الاول عشان في ناس كتير قبل الالتر، قبل البرزنتيشن بتاع الالتر بيبقى في زي انفلاميشن، يبقى ديودنايتس الاول. ديودنال التر ونيوبلازم نفس الكلام، لو بصيتوا هتلاقوا معظم الحاجه نفسها، يعني الاسوفاجايتس فوق وديودنايتس تحت. الفارسز والالترز دول اكتر حاجه هنفتكرهم، نيوبلازم فوق ونيوبلازم تحت كده. ممكن هيموبيليا، ده بيبقى فيه بلاد في البيلياري تراك، يرجع البيلياري تراك البايل ده بيبقى سكريتد في الديودنم، فممكن يحصل باكورد فلو زي حته الديودنال التر البليدنج دي، يرجع البلاد للسمك والبرينيزو جاستريك تيوب بيديتكت. الاورتو انتريك فيستولا ده ايبي مالفورميشن برضو اتكلمنا عنه قبل كده، اللي هو بيبقى فيه فيستولا ما بين الايورتا وما بين الانتستين، فطبعا الايورتا بتعدي بلاد، هيعدي بلاد انتو ذا انتستين وهيتشاف وقتها يبريزنت بالبليدنج. ممكن يبقى دايفرتيكولم، وده الدايفرتيكولم از مور كومن في السيجمويد كولون زي ما كنا قايلين قبل كده، او في الكولون ان جنرال يعني، وفي الاولد ايج والحاجات دي. كرونز ديزيز ده هتاخدوه طبعا في الاي بي دي، ده كرونز ديزيز وعندنا الالتريتيف كولايتس، والكرونز ديزيز بيعمل بليدنج اكتر. الستمك ممكن يبقى جاسترايتس، جاستريك كانسر، جاستريك التر، جاستريك فاريسز، اعتقد الكوزز دي كلهم شبه بعض يعني. و ريتروجاستيك انيوريزم دي رير شويه، يبقى في انيوريزم ورا الستمك، فما يحصل رابتشر يدخل على الستمك زي فكره الفيستولا دي والايفي مالفورميشن. وهي دي السلايد بتاعت الابر جي اي بليدنج اللي هي من الفيديو اللي فات، هنقولها سريعا كده عشان حتى نريفرش الكلام. قلنا اي حد بيشنت بيجي بريزنت وذ جي اي بليدنج، اول حاجه هعملها افكر فيها اعمل له ريسسيتيشن. الريسسيتيشن ده هو لسه في اكتف بليدنج، يعني الريسسيتيشن ده نمشي بالترتيب اي بي سي، ببص على السيركيليشن بتاعه، اظبط الفلويد، وممكن اديله بلاد لو حسب الهيموجلوبين ليفل، برضو هنقول الكلام ده سريعا في السلايد اللي جايه. الهيموجلوبين ليفل مثلا اقل من 7، ما بين 7 و10 ماشي، ممكن اديله بلاد لحد ما البلاد بريشر بتاعه يظبط فوق 90 60، وبركب النيزو جاستريك كيوب، هي دي اللي كنت بقول عليها بنقول عليها قبل كده، ونعمل واش للبلاد اللي في الجي اي تي عشان البلاد ده بيبقى فيه بروتين، فالبكتيريا اللي في الجي اي تي ات اكتس اون ذا بلاد، وهتعمل لي امونيا، والامونيا دي ممكن تدخل البيشنت في هيباتيك انسفالوباثي، سبيشلي ان الفيروسز از ذا موست كومن كوز هنا في مصر، فكده كده بيبقى اصلا الليفر امبيرد. وبنديه لاكتيولوز وانتي بايوتكس نفس الفكره، والانما نفس الفكره تو جارد اجينست هيباتيك انسفالوباثي. خلصنا ريسسيتيشن، البيشنت يا هيستجيب ويبقى ستيبل يا مش هيستجيب. نمشي الاول بيست كيس سيناريو، هو استجاب خلاص دلوقتي البيشنت ستيبل، فبديله فيزوبراسن او سوميتوستاتين، دول بيعملوا فيزو كونستريكشن عشان يقلل البليدنج تمام. وبعمل بعد كده على طول الابر جي اي اندوسكوبي عشان عايز اشوف هل الكوز فيروسز ولا بيبتيك التر. طبعا اللاس كومن كوزز دول قصه تانية، لو مفيش ده ومفيش ده بدور على اللاس كومن كوزز، وبدي البيشنت فيتامين كي كمان علشان يعمل كلوتينج فاكتورز عشان من كتر البليدنج. طبعا الفيتامين كي لسه هياخد وقت قبل ما يعمل كلوتينج فاكتورز، بس عشان البيشنت ما ياخدش مني في دي اي سي. الابر جي اي اندوسكوبي هيقول لي ده بيشنت عنده بليدنج فيروسيال او نون فيروسيال. الباريسيه البليدنج بعمل له يا باند لايجيشن يا سكليروثيرابي. الباند لايجيشن كنا قايلين ان هو احسن يتعمل ديورنج، لو في اكتف بليدنج احسن اعمل باند لايجيشن، ومن وجهه نظر الجراحه بيحبوا الباند لايجيشن اكتر من سكليروثيرابي. سكليروثيرابي مني بيتعمل في السيشنز اللي افتر، وهي بيبقى اتس ريسكي اكتر تمام. النون فيروسيه بليدنج يبقى ده كده عنده ليتس سي التر، يعني احنا دي هنا بنتكلم في التر، هنديله بي بي اي هاي دوز و H2 بلوكرز اللي هيستامين بلوكرز وميوكوزال بروتكتين، ولو الموضوع مش ريسبوندنج يبقى بانجكت ادرينالين انتو ذا بيز اوف ذا التر، وهنتكلم في الحته دي اللي قدام وحته الكلين بيز والحاجات دي تمام. كل ده عشان اوقف البليدنج. لو ما استجابش بضطر احوله سيرجري، اللي هو الجزء اللي هنتكلم فيه قلناه سريعا برضو قبل كده بس هنقوله تاني. الباند ليجيشن والسكليروثيرابي يا هيبقى البيشنت كنترول وده تمام عادي مش مشكله، همشيه بقى ليتر اون على سيريال باند ليجيشن او سكليروثيرابي حسب هو كان استجاب لايه، وممشيه على بيتا بلوكر بروفيلاكتيك. وكنا قايلين برضو ان احنا مش بنخلي البيشنت ياخد بيتا بلوكر ديورنج الاتاك عشان البيتا بلوكر هيقلل له البلاد بريشر، وانا كده كده عايز ارفع له البلاد بريشر. البروفيلاكسيس اجينست بليدنج
ده اوكي بديله بيتا بلوكر. لو كده uncontrolled يبقى بريبيت البندنج او سكليروثيرابي واعمل العكس. يعني لو هو عملت له باند لايجيشن ما كانش استجاب يبقى اعمل له سكليروثيرابي، لو عملت له سكليروثيرابي ما استجابش يبقى اعمل باند لايجيشن. والماده اللي بحقنها اسمها ايثانولامين اولجيت او هيستوكرين، كل واحده ليها ادفانتجز وديس ادفانتجز بس ده مش مهم. يعني يمكن الجراحه بيحبوا اكتر تبقوا عارفين اسم السبستنس اللي بيتحقن. ما اشتغلش برضو ده فارسيه الكوز، بعمل تيبس، وقلنا التيبس دي ترانس جوجلر انتريباتيك بورتو سيستميك شان. ده بيعمل ايه؟ بيكونكت الرايت الهيباتيك فين حسب الرايت تريبيوتري بتاع الهيباتيك فين والبورتال فين عشان يقلل البورتال فينس بريشر. ما اشتغلش ده كله، ممكن احط البيشنت على الليفر ترانسبلانت ليست عشان هو المشكله اصلا كانت الليفر هي اللي عملت بورتال هايبرتنشن، هو اللي عمل البليدنج فحل المشكله من اولها. تمام. التيبس ده مش علاج، ده حاجه بريدج ثيرابي لحد ما البيشنت يجي له ليفر. تمام. لو البيشنت كان انستابل اللي هو ضغطه اقل من 90 60 ديسبايت الاي بي سي اللي انا عملته، بديله برضو فيزوبريسن او سوميتوستاتين مع الفلوز وبلاد بكملها، هو لسه انستابل فلسه بحاول الريساسيتيتنج يعني. تمام. بركب له سانجستيك يوتيوب وقلنا شكلها عامل ازاي، اللي هي بيبقى ليها 3 لومنز عشان بلوك لو الجاستريك والاسوفجيال، انفليت البالون عشان لو في اي سبب للبليدنج انا كده بلوك في ساعتها عشان بس البيشنت حالته تتحسن واشوف بعد كده ديفينيتيف مانجمنت. ما اشتغلش برضو لسه في بليدنج شغال، هعمل له تيبس نفس فكره اللي هو عشان اقلل البورتال بريشر. لو السنجستيكين تيوب او اي في اي وقت استجاب خلاص، يعني في الانستابل ده لو استجاب خلاص بقلب على الستيبل بكمله كانه في بقيه الفلو تشارت بتاع الستيبل. السلايد دي برضو كانت موجوده قبل كده وكنا بنتكلم ان احنا امتى ندي البيشنت بلاد لما الهيموجلوبين يبقى اقل من 10 ما بين 7 و10. لو البيشنت عنده كرونيك انيميا احسن اديله بلاد بدل ما اديله فلويد. والرابيد ترانسفيوجن ده بحاول افويد عشان ممكن لو خليت اديته رابيد ترانسفيوجن رفع ضغطه مره واحده يدخل البيشنت في ان هو يريبليد تاني. تمام. وحته الماسيف ترانسفيوجن بقى قلنا الهيماتوكريت الجول بتاعي يبقى اكتر من 30، وحته الفريش فروزن بلازما بدي فريش فروزن بلازما 6 يونت او 4 يونت اوف باكت ار بي سي. طبعا الكلام ده يعني كلاما كده، حسب البيشنت كل بيشنت بيبقى له حالته مخصوص. يعني ممكن بيشنت يبقى الهيموجلوبين بتاعه 8، ممكن واحد يبقى 6، ممكن واحد يبقى 4، في ناس بيشنت بيجوا ب 4 عادي، فده حسب هو احتياجه يعني. والستريت توكسيسيتي قلنا ناخد بالنا منه عشان ده بيبقى موجود في الستورد بلاد. والهايبوكاليميا برضو لازم، او كان هايبركاليميا معلش هي مكتوبه غلط، لازم ابص على البوتاسيوم ليفل عشان السيلز بيبقى جواها البوتاسيوم والسيل بتتكسر، الريد بلاد سيلز اللي هي ترانسفيوز دي بيبقى جواها بوتاسيوم كتير وبيطلع بره، فممكن يدخل البيشنت هايبركاليميا ويدخل مني في قصه جديده اريتميا مثلا او حاجه. وبحاول اورم البلاد عشان يعني ما يدخل ويبقى الايفكت بتاعه اسرع. و bleeding time بيبقى prolonged لما platelet count اقل من 70,000، ده بقى replace بقى بال fresh frozen plasma بتاعي. هنا بقى الجزء اللي هو يعتبر موجود في الجراحه اكتر، حته الاندوسكوبيك هيموستاسيس ده بحاول بعمله في الاول. احنا حتى لما شفناه في الفلوت شارت كان لسه في الاول، احنا قلنا هننجكت بيتا بريسن او سوماتوستاتين ونعمل اندوسكوبي على طول. والجراحه ده كان دايما بيقولوا ان هو يتعمل within 24 hours، يعني لو البيشنت مش موجود في مكان ما فيهوش الترا ساوند لا يعني نحوله لمكان فيه الترا ساوند عشان لازم نشوف بالاندوسكوبي. تمام. فبعمله within 24 hours عشان اصلا الاندوسكوبي ده بس دايجنوستيك، احتمال كبير كمان يبقى ثيرابيوتيك وهنشوف ازاي. احنا لو مثلا عنده بليدنج التر قلنا ممكن انجكت ادرينالين او الكحول، بس ده ما بقوش يعملوه دلوقتي. او ممكن عالج البيشنت بليزر فوتوكواجيليشن، في نوعين من الليزر، في ارجون ليزر ورياك ليزر. طبعا مش مطلوب منكم تعرفوا الكلام ده بديتيلز خالص، هو الجراحه زي ما قلنا هو عناوين كتير وتحتها كلام كتير فشكل الكلام متلخبط، فلما ترصوا الكلام كده هتلاقوا ان الكلام سهل وبسيط بس هو محتاج بس يترتب يعني. تمام. ممكن الدايترمي ده في نوعين برضو باي بولر ومونو بولر، مش مهم خالص الكلام ده يعني، في كلام كتير احنا بنقراه كده اللي هو مش مهم وما بنركزش فيه. والدايترمي ده كاني بحرق الباسل اللي بليدي. تمام. بس بالالكتريسيتي، الهيتر بروب ده بهيت بس،
في ميثودز تانية، ده المين ميثودز هما الأول أربعة دول. الميثودز التانية ممكن انجكت توبيكال ايجنت زي الكولاجين أو كلوتينج فاكتورز أو سيانو أكريليت بلوم، ده نفس فكرة اللي احنا بنحقن الإيثانولامين أوديت مثلا في البليدنج فالكس، تمام. بس طبعا هما less common. والميكانيكال ميثودز اركب كليب على البليدنج فيسل او ستيبلز او سوتشر، بس طبعا بقى الكلام ده قديم مبقاش حد يعمله يعني. والمايكرويف والاورجن بلازما كواجيليتر، ويعتبر احسن ان احنا نستعمل more than one agent، بالذات لو البيشنت ريزيستنت. لو استعملت مثلا حقنت له ادرينالين ولسه ما استجابش، اركب له كليبس، تمام، اعمل له دايثيرمي، اعمل له هيتر برو. الهيتر بروب ده اللي كنا بنقول عليه المونوبولر والبايبولر، مش مهم خالص خالص، بس يعني عشان الواحد يبقى سامع عن الحاجه. الهيتر بروب ما بيستعملش الكتريسيتي في الموضوع، تمام. مش ده هي فكره الدايثيرمي. الدايثيرمي بيدستروي الفاسل بالالكتريسيتي، لكن الهيتر بروب ده بهيت. لو حطيت فاسل او حطيت بلاد مثلا في حاجه وسخنتها، هتلاقي البلاد ده هيمسك، هيكلط مره واحده، تمام. وده الهيتنج بيبقى تو 100 ديجريز، فبيعمل سيفير تيشو انجري. المونوبولر. البايبولر ده بيبقى الانرجي از مور كونسنتريتد تو سبيسيفيك اريا، يعني مثلا في التر عندنا في المكان ده، فالانرجي هتبقى كونسنتريتد للمكان ده، فهحتاج ان انا مع يعني الهيتنج مثلا في المونوبولر 100 ديجريز، هنا ممكن احتاج تمبرتشر اقل، تمام. As the treated tissue dries up it doesn't، يعني مثلا حتة ال drying up يعني عمل clot وخلاص كده الدنيا هتتحسن يعني. ممكن يبقى فيه re-bleeding وممكن ما يبقاش فيه، بس ال heater probe ده بيقلل المورتاليتي، عشان على أساس ان هو ال clot اتعمل قدامي، مش مثلا انا مستنية و in hope ان ال patient نفسه يبقى ال platelets بتاعته تأكت وتعمل ال clot. لأ، انا دلوقتي I took action بعناية وشايفة خلاص ان ال ultra دي مثلا وقف bleeding او ال barracks ده وقف bleeding، تمام. الليزر فوتوكواجيليشن دي فكرة تانية برضو، بدل ما اعمل بهيت، حد طلع كده وقال لك بدل ما نعمل بالكتريكال كارنت او نعمل بهيت ونعمل دامج، خلينا بليزر. ودلوقتي بقى في ليزر لاي حاجة يعني. ده مش ثيرمال، مش ثيرمال ديفايس خالص، بس طبعا الكوست بتاعه بيبقى عالي. الانرجي اللي موجودة دي is converted to heat، بس مش اللي هو هيتنج اللي هو زي فليم او حاجه، بس اي ليزر، حتى لاي حد بيعمل ليزك او بيعمل ليزر لاي حاجه يعني، بيبقى فيه ريحه شياط كده، تمام. فده بيبقى لازم يبقى فيه هيت في الموضوع، تمام. انرجي از كونفرتد تو هيت، فهيعمل كواجيليشن، هيعمل هيموستاسيس في ساعتها. وفي نوعين اللي هو الارجن ليزر والياج ليزر، طبعا ولا ويف لاند مهم ولا اي حاجه، بس عشان الكلام قدام. وطبعا الياج ليزر يعني حتى لو خدتوها قبل انتوا لسه ما خدتوش رمد، بس يعني في كلام ده بيقولوه في الرمد، بس مش مهم حتى برضه هو حتى يتعرف وقتها ولا حاجه يعني، الواحد يا دوب سمع عن الكلمتين دول وخلاص. الياج ليزر از مور افكتيف وبيبقى البنتريشن بتاعه ديبر، فالتشانسز ان هو يوقف الري بليدنج اكتر، تمام. طبعا الكلام ده اتس نوت سوتبل اف ذا بيشنت از هيمودايناميكلي انستابل، يعني احنا كنا قايلين قبل كده في الكوزز، حتى كنا قايلين ان في من الكوزز السب ميكوز الارتري اللي بيبقى باين ده والبليدنج والكلام ده، لازم ادخل في ساعتها واحرقه واعمل تاتوينج في المكان ده، عشان لو حصل بليدنج تاني يبقى الحد اللي يدخل بعديه يبقى عارف البيشنت عنده ايه، تمام. لكن ده في ساعتها لو في اكتف بليدنج بشوفه بعيني، لكن هنا اكيد لو البيشنت هيمودايناميكلي انستابل بالسكيم اللي احنا كنا ماشيين عليه قبل كده، اكيد اهم حاجه عندي ان انا اوقف البليدنج، تمام. مش وقت دلوقتي خالص اندوسكوبي ولا وقت اي حاجه، تمام، ولا وقت ليزر يعني اكيد مش هيبقى البيشنت لسه بليدنج وهروح اقول له تعالى اعمل لك ليزر يعني، ماشي. هو الريزلت بتاعته مش معروفه قوي هل هي ايفكتيف ولا لا، عشان هو مش تيستد قوي طبعا عشان موضوع الهاي كوست ده، فما بيستعملوش. الانجكشن تريتمنت زي ما قلنا، الادرينالين هي انجكتد في الالتر بيس مثلا او في الباركس ده عشان يعمل فيزو سبازم دلوقتي في ساعتها، وبيعمل اكتيفيشن البليتلتس عشان يسرع الكلوت فورميشن. وممكن انجكت حاجات تانية زي الالكوهول، بس ما بقوش يعملوه يعني. طبعا الالكوهول بيعمل دي هايدريشن للتيشو ويفكس التيشو في مكانه، نفس فكره ان الكلوت يفضل لازق عشان الكلوت ما يبقاش ديسلوجد ويحصل اكتيف بليدنج تاني. عموما ان جنرال لو في بليدنج، لما بوقف البليدنج افتر 12 اورز في الاول بخلي البيشنت ام بي او ما بياكلش يعني، لو هو الكوز في بليدنج في الستمك لكن مش هاكله بتاعتها، فما بين 12 ساعه ل 24 ساعه وخلاص البيشنت ستيبلايز وانا اتاكدت ان الكلوت مثلا مسكت وكده، ممكن اخلي البيشنت ياكل، لكن طبعا مش هياكل اكله واكل تقيل او كده، ياكل واحده واحده. اي بيشنت بيبقى ام بي او بناكله واحده واحده، اللي هو يشرب ميه، يشرب عصير، وبعد كده واحده واحده ياكل في الفود بحاجات ما فيهاش، مش حاجات اريتنت وحاجات مثلا مسلوقه او كده، بعد كده يبدا ياكل واحده واحده.
فاخلي البيشنت ياكل من بدري عادي، ده مش هيرجع البليدنج، بس خفيف يعني، يعني مش اللي هو ناكل مره واحده ونتقل يعني. ده طبعا اتس جود فور مورال. اي بيشنت لو بصيته على اي بيشنت ما بياكلش مثلا ان بي او، سواء طفل او حد كبير، بيبقى دايما متضايق وكده وحاسس ان هو يعني لا انا مش باكل، يبقى في حاجه غلط فيا وحاجات كده. فده احسن عشان البيشنت مورال يبقى كويس، عشان التريتمنت بتاعه ياخد افكت اكتر يعني. والماسل كونتراكشن مع الاكل ده هيقلل الاسيديتي، فهيقلل ان يحصل ري بليدنج تاني. والمونيتورنج دي يعني ممكن اتحب سي بي سي مرتين في اليوم عشان ابص على الهيماتوكريت، ومونيتور اكل بلاد اند ستول لو ده كان السبب يعني بتاع، لو كان موجود اكل بلاد قبل كده مونيتور هل لسه فيه ولا الدنيا اتحسنت ولا ايه الوضع. هناخد كاست كاست منهم، ومش كل حاجه بالظبط، بس هو في شويه حاجات كانت هايلايتد عندكم كده. الاسوفجيال فارسز احنا قلنا ده الموست كومن كاز، 75% of upper GI bleeding في مصر. الفارسز البليدنج فارسز دي غالبا في الديستال 3 to 5 سنتيمتر اوف ذا اسوفجيت، ناحيه كده الاسوفجيو جاستريك جانكشن، اللي هي اي جانكشن في اي حته عندنا، اسوفجيو جاستريك جانكشن، جاستريك يودنال جانكشن، اي جانكشن بيبقى فيه ويكنسز كده، فاي مشكله ممكن تحصل عند الجانكشنز اكتر. دخلت بالاندوسكوبي وشفت البليدنج دلوقتي، ممكن اشوف اكتف بليدنج وممكن اشوف نون بليدنج، يبقى البليدنج وقف لحد ما البيشنت وصل. لو في بليدنج ممكن اشوف برايت ريد بلاد، وده يبقى اسوفجيال ارتري يعني، ممكن يبقى فينس فيبقى في بليدنج فنون ستايل، بس ده مش كومن قوي يعني. والنون بليدنج باركس غالبا البيشنت مع بال ما بيجي لي بيبقى جالي، ممكن يبقى لسه في vomiting of blood، بس ده البلاد ده من كتر ما نزل كميه كبيره في بطنه فلسه بيرجعه، انما غير كده بيبقى غالبا وقف تمام. عشان كده بيبقى البليتليت كاونت عنده بيقل، والهيموجلوبين ليفل بيقل، عشان جسمه بيعمل الريسبونس بتاعه. في حاجه اسمها وايت نيبل ساين اللي هي موجوده في الصوره هنا دي، ده بيبقى بسبب ان البليتليت يعني بليتليت جم اتجمعوا على بعض، عملوا بليتليت بلاج على السيرفيس اوف ذا باركس عشان يوقفوا البليد. طبعا ده لو وقف في مكانه الدنيا هتبقى تمام. لو انا دخلت من اندوسكوبي وشفت المنظر ده مونيتور البيشنت، خلاص هستنى، ممكن البليتليت بلاج دي او الكلات اللي اتعمل دي تبقى ديسلودج ويرجع يبليد تاني، عشان كده بخليه كلوز مونيتور. In 75% of the patients the bleeding ceases spontaneously زي ما قلنا، و 60% of them ممكن يحصل لهم re-bleeding. re-bleeding ده الريسك بتاعه بيبقى أكتر during the first 5 days أو مع severe hepatic disease. severe hepatic disease هيبقى الإسوفاجيال فارسز بقالها كتير و under very high pressure، ولو احنا ما عملناهوش حتة التيبس اللي احنا بنقلل البورتر بريشر يعني على طول، وهو أصلا severe disease، ده بيزود الريسك of re-bleeding. والبروجنوستيك فاكتورز لو البيشنت جاي عنده اسوفجيال بارس وحصل له بليدنج، ايه الحاجات اللي اقدر احدد بيها هل البروجنوستيك بتاع البيشنت ده كويس ولا لا؟ لو رجاله ري بليدنج طبعا ده اكيد باد بروجنوستيك، لو شغال كل شويه بليدنج ويوقف بليدنج ويوقف مده 5 ايام ده طبعا باد بروجنوستيك، لسببين، ان هو كده يبقى الديزيز عنده مور سيفير، وكده يبقى كل ما بيبليد بيحصل loss of red blood cells و platelets وكده، وما يحتاج blood transfusion تاني، فكده البيشنت ده ممكن يدخل مني في DIC تمام. لو شفت active bleeding at endoscopy which is not common، ده بيبقى sign of worse prognosis. برضو كان في شوية كلام كده محطوط في الكتاب مش في مكانه، بس يعني حتة الفيتامين كي بيتاخد ده قلناه قبل كده، وكاركت الهايبوكاليميا والهايبوغلايسيميا ممكن يبقى ده يدخل البيشنت في انسفالوباثي، وهو اصلا لو هو هيباتيك بيشنت يبقى لايبل فور انسفالوباثي من اسباب الديسترب ليفل اوف كونشسنس يعني. الالكترولايت امبالانس والجلوكوز يا هاي يا لو تمام، فمش عايزه اديله سبب زياده انه يخش في انسفالوباثي. وحتة الانما ان احنا تالس تو جيت ريد اوف امونيا، ده بيقلل الريسك اوف ان هو البيشنت يدخل في انسفالوباثي مع الليفر ديزيز، الكلام اللي كنا قايلينه في حتة الريسستيشن. التريتمنت تاني بنعيد، اول حاجة الريسستيشن وبعد كده بدي الميديكال مانجمنت، الكلام ده كان موجود عندكم في الكتاب بشوية تفاصيل ملهاش اي لازمة خالص، فحاولت اختصر ان هو نحط الكلام المهم. الفيزوبريسن او الجليري بريسن اللي احنا بنديه ده ده فيزو كونستريكتور، فممكن اتس ريسكي للناس اللي مثلا عندها هيستوري اوف مايكارديال انفاركشن، او عنده جت اسكيميا ده هيعمل فيزو كونستريكشن فهيقلل البلاز اللي داخل زياده، او عنده حصل له جانجرين قبل كده تمام. جليري بريسن ده هاز لونجر ديوريشن اوف اكشن، واتس يعني بما ان لونجر ديوريشن يبقى ده ممكن هو يعمل حته المايكارديال انفاركشن وجت اسكيميا واللوكال جانجرين اكتر تمام، وده بخاف من الناس الاولد ايج اكتر يعني، كل ما كان البيشنت يونج ما بيبقاش عنده ريسك اكتر للحاجات دي
تمام. السوميتو ستاتين اللي قلنا عليه ده اسمه التريد نيم اكتريوتايد، او له اسم تاني اكتريوتايد. السوميتو ستاتين ده لو تفتكروا ده كان هرمون اصلا، انهبيتري هرمون له فانكشنز ثانيه كتير، مش بس حته انه بيعمل فيز كونتراكشن ويوقف البليدنج، لا ده بي انهبيت البيبتايد سكريشن اللي هو الجاستروجلوكاجون والسي كي كي سي سي كي والفي اي بي اللي هو الفيزو اكتيف انتستينال بيبتايد. الحاجات دي كلها كانت تفتكروا كانت في الدايجستشن بتاع الفود، تمام. فهو بيقلل اي سكريشنز من السمك، ودي حاجه كويسه، تمام. بينهبت جي اي اكسوكراين سكريشن زي والجاستريك سكريشن والبنكرياتيك سكريشن، بيقلل ترانزيت تايم، فده ده كويس برضو، ما يخليش ان في الستمك عمال سكريت اسيد. لو مثلا بيشنت عنده ألتر، كل ما سكريت اسيد زياده كل ما الألتر دي هيبقى الهيلينج بتاعها صعب. بيقلل البلاد فلو وانهبت بوست برانديال وانكريز امبورتال هايبرتنشن بعد الاكل على طول. احنا اكيد البلاد البورتال البريشر بيزيد، فده السوميتوستاتين له فانكشنز غير ان هو ستوبينج البليدنج، ودي حاجه بتبقى مفيده للبيشنت. وقلنا موضوع الابر جي اي اندوسكوبي لازم نعمله، ولو عنده احنا عرفنا انه عنده اسوفاجيال بارس بنعمل له ايفنت لاجيشن سكليروثيرابي. باندنج السيفر عشان سكليروثيرابي الحاجه اللي بنحقنها دي ممكن ما نحقنها اراوند المكان، مثلا احنا بنحقن حاجه تعمل سكليروسس، وممكن ما نعملش مثلا عند الباركس نفسه بس او عند الالتر بيز، ممكن نعمل حواليه بالغلط. يعني هو الانجكشن ده مش هقول مش بيبقى اكيوريت، بس انت ممكن تانجكت في اللي حواليه بالغلط او تانجكت ويفرش، تمام. فالباندنج ده الادفانتجز بتاعته ان هو ما بيعملش ريتروسترنال بين، وما بيبقى حلو في السوبرفيشال السرز، السر سوبرفيشال اقدر اربطه كده تمام مفيش مشكله، وبيبقى كويس للجاستريك باريسس اسهل يعني، وايكوال افيكاسي للسكليروثيرابي. مشكله السكليروثيرابي ان هو بيعمل ماينر تشست بين وفيفر عكس الباندنج، ممكن يعمل chest complications عشان حتة اللي هو الانجكشن، ممكن يعني الحاجة اللي انت عاملها انجكشن دي تطلع من المكان اللي انت عامله انجكشن تروح مثلا في chest، ممكن يعمل لي esophageal ulcer بعد كده اصلا. يعني عارفين زي كأن مثلا حد بيحقن زي سيمنت في حتة، هو سيمنت ماشي هيوقف في مكانه، بس قبل ما بيقف هو سيمنت مثلا الكلاين فهيعمل burning حواليه. لو حد جاء على ايده سيمنت اللي هو بيبقى مش المجامد اللي هو بيبقى العجينه بتاعته دي، ده ممكن بيحرق جلد، تمام. يعمل ديسفيجيا او يعمل ستريكتشر عشان نفس فكره ان هو مش ما بيبقاش سبيسيفايد لمكان واحد. وقلنا حته البروبانولول اللي هو البيتا بلوكر بديله فور فيوتشر بروفيلاكسيس نوت ديورينج ذا العمليات بقى اللي هو جود الموجود عندكم. حته لو امتى بعمله ده غالبا 25% من البيشنتس، بس غالبا معظم البيشنتس التانيين بيستجيبوا للميديكال تريتمنت في الاول، عشان كده مهم ان احنا نذاكر البطنه قبل ما نذاكر الجراحه. لو بيشنت عنده ماسيف بليدنج وريكوايرنج اكتر من 10 يونتس اوف بلاد، او لسه في ري بليدنج كل شويه يقف وري بليد، او انا بعد ما عملت الاندوسكوبي شفت فيزيبل فيسل قدامي، ده بيزود الريسك اوف ري بليدنج 50%. وحته التيبس دي احنا قلناها اللي هو transjugular intrahepatic port systemic shunt، ممكن اوصل ما بين اي hepatic vein والاي جزء في البورتال بين، بس غالبا بوصل ما بين الرايت تريبيوتري اوف ذا بورتال بين اند رايت هيباتيك بين. ده بي باي باس الليفر، البلاد اللي بيعدي ثرو الستنت اللي انا حطها دي، فمش هيدخل بقى الليفر، المفروض البلاد بيخش من البورتال بين يخش على الليفر يحصل له ديتوكسيفيكيشن، بعد كده يبقى كولكتد باي ذا هيباتيك بين ويرجع للهارت ويحصل له بامبنج عادي مفيش مشكله. لكن هنا اي باي باس الليفر عشان الليفر اصلا تعبان، تمام. فما حصلش ديتوكسيفيكيشن فالامونيا ليفل بيبقى عالي، فده اللي هو بيزود الريسك اوف هيباتيك انسيفالوباثي. وده بريدج ثيرابي، نفتكر ان هو ده مش فاينل ثيرابي، ده بريدج ثيرابي لحد ما البيشنت اعرف الاقي له ليفر واعمل له ترانسبلانت. محتاج طبعا اي سيرجري محتاج ان البيشنت يبقى الكواجوليشن بروفايل بتاعه كويس، وده ليفر ديزيز بيشنت عنده ليفر ديزيز، فالبي تي والاي ان ار اكيد مش هيبقوا متظبطين عشان معظم الكلوتينج فاكتورز بيتعملوا في الليفر. دول كانوا كلمتين اللي كانوا موجودين في الجراحة عن الاسوفاجيال باريتس. البابتيك التر ديزيز نفس الكلام، في شوية حاجات هنعدي عليها كده. طبعا الجراحة برضو مهما كان بيكتبوا برضو الميديكال ثيرابي الاول، بيبقوا عندهم علم طبعا، ممكن ما يبقوش عارفين الدوزز والتفاصيل وكل حاجة بتاعت البطنة، انما لازم بنجرب مع البيشنت ميديكال ثيرابي بعدين بنخش على السيرجري. فالبابتيك ديزيز ده غالبا بيبقى البيشنت عنده كرونيك اسيمتوماتيك التريشن اوف ذا ستمك اند ديودنم، ممكن ما يبقاش عنده التر عامله سيمبتومز اصلا، ممكن يبقى انسيدنتلي ديسكفرد، بس مش ده اللي هيجي ببليدنج يعني، ماشي. الديودنال التر ان كونتراست للجاستريك التر
should be regarded as a primary should be regarded primary as a medical disease which sometimes requires surgery. يعني duodenal ulcer اكتر ان هو بيتعالج medically مش بسيرجري اكتر. الجاستريك ulcer ممكن يحتاج surgery اكتر من duodenal. تمام. والميديكال ثيرابي زي ما قلنا ال H2 بلوكر تو بروتون بامب انهيبيتور تو سوميتوستاتين والبروستاجلاندينز. البي بي اي دول كلام محدود اللي هو حته ما بنديها بولس يا انفيوجن ما بتفرقش وبيبقى احسن من ال H2 بلوكرز. الايفكت بتاعه اسرع والايفكت بتاعه اقوى. وبكام بدي البيشنت بي بي اي لمده 72 اورز اي في عشان يعمل الايفكت معايا سريع وبعد كده بكمله على اورال ما فيهاش مشكله. واكيد طبعا لازم بعمل اندوسكوبي عشان انا اصلا اعرف ان هو البيشنت عنده ألسر. لازم بعمل اندوسكوبي واشوفه وبعد كده اديله البي بي اي. 20% of the patients with duodenal ulcer present with hematemesis or melena. طبعا ده جزء مش كبير يعني هو 20% جزء كبير بس in comparison ال 80% التانيين لا غالبا من بقيه البيشنت هيبقى عندهم symptoms of GERD وخلاص. فالبرزنتيشن ممكن يبقى جاي بسادن ماسيف هيماتيمسيس يقلب بشق او ممكن يبقى عنده سلو بليدنج يوجوالي ميلينا يعمل له كرونيك انيميا حته الايرن ديفيشنسي انيميا ان اكسبلين. تمام. الدايجنوزز اوف بليدنج بابتيك ألسر طبعا بالهيستوري اللي قلناها قبل كده يبقى عنده ايبيجاستريك تندرنس وبالاندوسكوبي طبعا اتس نوت ذا اونلي دايجنوزز لازم باخد بقيه الهيستوري. يعني الالتر دي ممكن تبقى مكانها انتيرير او بوستيرير. الانتيرير ما بتبقاش سيفير قوي. البوستيرير ألسر البوستيرير ألسر في الستمك ورا الستمك على طول عندنا الجاستري دودنال ألسر. ممكن لو الألسر دي حصل لها ايروجن تدخل على الجاستري دودنال ألسر فالبليدنج يبقى مور سيفير. فالبوستيرير ألسرز ار مور دينجرس اند مور سيفير والعلاج بتاعهم اصعب من الانتيرير ألسرز. الريسك ساينز هي الفورست كلاسيفيكيشن دي قلناها في الفيديو اللي قبل كده بس نقولها تاني عشان الحته دي كانت موجوده في الجراحه وهي دي الحته اللي ستريسد عليها. السبيرتر والفيزيبل باسل والادرنت كلوت والريد اور بلاك سبوت دول كلهم الريسك ساينز اللي موجوده في الفورست كلاسيفيكيشن. هي دي الصور ليها. اول صوره هنا الارتيريال سبيرتنج ده والاوزنج فروم ذا التر بيس وفي الفيزيبل فيسل كل الادهيرنت كلوت والبلاك سبوت والكلين التر بيس كل دول بيزودوا الريسك اوف ريبليدنج. طبعا ايه بقى الريبليدنج هنا الديفينيشن بتاعته صعبه ما اقدرش اقول ان اي بيشنت حصل له بليدنج بعدها يبقى ده ريبليدنج عشان حته ان هو ممكن الالتر دي تبقى حصل بليدنج في الاستمك وهو ده اللي بيطلع وهي وقفت بليدنج دلوقتي. فممكن اعتبر ان البيشنت اللي محتاج اكتر من 7 يونتس اوف بلاد اوفر 48 اور بيريد هو ممكن يبقى فيه بليدنج بس اوكلت وانا مش شايفاه ومش عارفه ديتكت حاليا. تمام. يعني مفيش بليدنج اكتف دلوقتي قدام عينيا بس هو ممكن يكون بيبليد انترنالي. تمام. او لو في كلينيكال ايفيدنس يعني في هيماتيمسيس مثلا اوف فيرذر بليدنج او لو في recurrence of hematemesis or bleeding في nasogastric tube اللي انا مركباها او recurrence of melena or hematochezia coupled with unstable vital signs اللي هما ايه systolic blood pressure اقل من 90 والheart rate اكتر من 110 ده من ال early signs of shock او orthostatic hypotension او decrease in hematocrit باكتر من 4 في 24 ساعة. طبعا الكلام ده مش الارقام مش مهمة مش مهمة ان انت تبقوا حافظين قد ايه ال drop والكلام ده بس يعني لان بشيء يعني. تمام. فاي حق بيشنت عنده اي حاجه من الكريتيريا دي ده بكونسيدر ان هو عنده ري بليدنج وطبعا الري بليدنج ده بيزود الريسك وبيبقى بور بروجنوستيك ساين. تمام. فالبروجنوستيك انفورميشن اللي هو حته الفورست كلاسيفيكيشن كل ما كان الفورست كلاسيفيكيشن فيه حاجه من الريسك ساينز اللي موجوده دي بيبقى بور بروجنوستس او السايز اوف ذا التر كل ما كان الالتر كبير كل ما كان البروجنوستس بتاعه مش كويس او اللوكيشن اوف ذا التر نفس فكره اللي هو اللي قلناه في البوستيرير از مور دينجرس ذان انتيرير. حته بقى الكلين التر بيت كانوا كاتبين كلمتين it's most common in 50% of ulcers that bleed اللي احنا كنا قايلين 20% من البابتيك ulcers بيحصل فيهم bleeding. 50% من ال 20 دول بيبقى عندهم clean ulcer base. تمام. وده بيزود الري بليدنج ريسك بحوالي 5%. والبيشنت ده ما عملهوش هيموستاسيس ما عملهوش حته انجكشن اوف ادرينالين. اوكي. ولو حصل ري بليدنج يبقى ده ممكن يبقى مثلا في فيزيبل فيسل تاني او يبقى في سكند سورس اوف بليدنج. حته النون بليدنج فيزيبل فيسل كل ما كان الفيسل فيزيبل كل ما كان ان هو ممكن يبقى ديستندد اكتر وكل ما كان الفيسل ديستندد او دايليتد اكتر يبقى في ريسك ان هو ممكن يرابتشر كده. تمام. ده بيبقى سمول ريس بلاك ات ذا بيز اوف ذا ألسر اباوت 40 تو 50% دي ري بليد من غير ما اعمل اندوسكوبي. تمام. وبيعمل بيبقى فيه ده بسبب يعني translucent visible vessel ده بيزود الريسك بتاع الري بليدنج 90%. حتة بقى الري بليدنج 40 40 to 50 بالاندوسكوبي ومن غيره والكلام ده
مش مهم، المهم ان احنا نبقى عارفين حته اللي هو كلين التر بيز بيعمل ري بليدنج 5% والفيزبل فيسل 90%. فطبعا الفيزبل فيسل از مور دينجرس، والفيزبل فيسل ده ممكن يبقى لونه ريد او بيربل زي ما شفنا الصوره قبل كده. دي صوره للكلين التر بيز اللي شفناها قبل كده، ودي حته الفيزبل فيسل. الترانس ارتيريال امبولايزيشن ده بعمله لو مضطر اعمله لسه البليدنج ما وقفش، بعمل الترانس ارتيريال امبولايزيشن، بدخل بالانترفنشن راديولوجي اندر راديوجرافيك جايدنس، بدخل واحقن حاجه في الارتري ده عشان يوقف البليدنج. ده احسن من السيرجري، بدل ما افتح البيشنت ده بعمله، ده لس انفيزيف وبيبقى بيتارجت بالظبط الارتري الافكتد. تمام. لو اضطريت اعمل سيرجري اللي هو في حوالي 25% بيبقى بسبب لو البيشنت عنده massive bleeding او في ري بليدنج بعد ما وقف او في visible vessel شفته بعينيه بالاندوسكوبي. تمام. دول الانديكيشنز اللي هو زي الابسولوت انديكيشنز. الريليتيف انديكيشنز لو البيشنت عنده gastric ulcer او duodenal ulcer كبيره شويه، كل ما كانت كبيره كل ما كانت prognosis poor، او عنده visible vessel احنا كنا قايلين هو بيزود الريسك اوف ري بليدنج حوالي 90%، او في شورتج اوف بلاد مش لاقي بلاد ان انا ممكن اقدر اديه للبيشنت. فيعني طبعا طبعا كل اي سيرجري لما افتح البيشنت هيبقى في بليدنج في الفيلد. تمام. بس احسن ان انا اعمل له ديفينيتيف تريتمنت بدل ما ابقى قاعده احط ايدي على قلبي ومش عارفه حتى اجيب له دم، لو حصل له ري بليدنج مش عارفه اتصرف قوي. تمام. او لو عنده previous hemorrhage for the same lesion، نفس فكره اللي كنا بنقول حته التاتوينج بتاع المكان اللي فيه سابنيكوز الفاسل ده الديولافوي ليجن، علشان لو حد داخل بعديه يبقى عارف ان هو حصل previous hemorrhage. كل ما كان البيشنت عنده ريسك عنده history of hemorrhage قبل كده كل ما بيزود الريسك. تمام. في بقى relative contraindications of surgery، لو البيشنت صغير في السن يبقى غالبا هي will heal بالميديكال تريتمنت فمش محتاج اعرضه لسيرجري. لو الالسر هيستوري عنده بقى لها فتره مش كبيره، او عنده اي تيبيكال بين فاحتمال اصلا ما يبقاش عنده ألسر، او البيشنت از هيفي درينكر، او البيشنت مش عايز يغيب من ابسنس اوف ورك، او بيستعمل ترانكولايزر. طبعا الكلام ده مش مهم يعني عادي ما فيهوش مشكله. التريتمنت السيرجريز بقى احنا قايلين برضو ده جبنا سيرته في الـ في الـ في الفيديو اللي فات، حته ان هو لازم البابتيك ألسر دي اتس بليدنج في هيمرج، احنا هنا بنتكلم عن هيمرج فده لازم يتعمل له سيرجري. تمام. لكن البرفوريتد ألسر ممكن يتعمل له سيرجري وممكن لا، اتس اوبشن. ايه بقى السيرجريز اللي بتتعمل؟ ممكن اعمل دي الاوبشنز الموجوده، يعني ترانكال بيجوتومي مع جاستروجينوستومي وهنقول ليه، او اعمل سيلكتيف فيجوتومي، او اعمل فيجوتومي مع انتراكتومي، او اعمل بارشل جاستركتومي. طبعا بارشل جاستركتومي دي محطوطه في الاخر عشان دي اكتر واحده يعني اكتر واحده انفيزيف، التانيين احسن شويه. والفيجوتومي از ناو مور بريفيرد اوفر جاستركتومي. جاستركتومي دي قديمه شويه فما بقوش يعملوها كتير. دي صوره لبليدنج فيسل، شايفين الدم اللي طالع مره واحده ده ارتري بليدنج، شايفينه بال هنا الترانكال فيجوتومي السيرجري اللي كنا بنقول عليها اول واحده. هنا فيجوتومي بنقطع الفيجاس نيرف، الفيجاس نيرف ريسبونسبل للهيدروكلوريك اسيد سكريشن وللامبتينج اوف ذا ستومك. فلما نقطعه هنقلل الهيدروكلوريك اسيد سكريشن وهنأكسلريت امبتينج اوف ذا ستومك، عشان موضوع الريلاكسيشن الفيجاس هو اللي ريسبونسبل للريلاكسيشن بتاع الستومك. تمام. فده كده هيساعد في ال peptic ulcer not to prevent future ulcers، ولما الهيدروكلوريك اسيد ده هيقل الالسر اللي موجوده دي هيبقى الهيلينج بتاعها احسن. طيب في انواع منها، في الترانكال فيجوتومي، في السيلكتيف. الترانكال ده بنقطع الترانك مين ترانك اوف ذا فيجاس نيرف بكل البرانشز بتاعتها، لو احنا شايفين بالكي اللي هم معمول ده الريكتانجلز دي بيقطعوا من فوق خالص. تمام. بيقطع كل البرانشز انكلودينج حتى السيلياك والهيباتيك برانشز. تمام. فهو هيعمل دينيرفيشن للبايلوريس، دينيرفيشن يعني كده ما بقاش فيه نيرف سبلاي وصل للبايلوريس، وحته البايلوريس اللي هو الامبتي جاستريك امبتي. فعشان كده كنا لازم اعمل ترانكال فيجوتومي ومع الجاستروجينوستومي اللي هو ده هنشوفها في السلايد اللي جايه، بيبقى زي بوصل الستومك بالجوجينوم علشان كده باباي باس البايلوريس خالص. تمام. فلازم محتاجه بايلوريك درينج بروسيجر علشان كده البايلوريس مش هتطلع، فكده الستومك البيشنت هياخد بقى في جاستريك اوبستراكشن. تمام. جاستريك اوتلت اوبستراكشن.
فالسيلكتيف او الهايلي سيلكتيف كل ما كان هاي يعني في سيلكتيف اللي هو بيبقى توتال جاستريك يعني بقطع البرانشز اللي هو بالدوائر دي اللي واصله للستمك بس بسيب بقى السيلياك والهيباتيك برانش، وفي الهايلي سيلكتيف اللي هم الترينجلز دي بحاول اقطع مكان ما الالسر جت، يعني بشوف بتارجت بقى الالسر دي كانت فين، فهو النيرف ده هو اللي عامل المشكله عشان اهو ابريزرف الفانكشن اللي في الباقي. فانا بعمل دينرفيشن بتاع الفندس والبودي الاماكن اللي فيها البارايتد سيلز عشان البارايتد سيلز هي اللي بتطلع هيدروكلوريك اسيد وبيبريزرف النيرف سبلاي اللي موجود في الانتروم والبايلوريس، فكده مش هبقى محتاجه بايلوريك درينج علشان هو كده كده البايلوريس فيه انرفيشن عادي فهيحصل الامبتينج عادي ما فيش مشكله. ده الجاستريك جراستوم اللي كنا بنقول عليه، بنوصل الستمك بالجوجنا من باي باس البايلوريس خالص خالص زي ما احنا شايفين في الصوره هنا، البايلوريس كانها مقفوله والفود لما بيجي يعدي بيعدي من الجوجنا. acute erosive gastritis ده كان من الكوزز اللي بتعمل بايدي. ممكن يبقى patient عنده diffuse superficial mucosal lesion في البادي والفندس وحصل gastritis يعني inflammation. تمام، الكوزز بتاعتها ايه بقى؟ ممكن يبقى non steroidal، ممكن alcohol او drugs او gastric irritation. النون ستيرويدال طبعا از ذا موست كومن، احنا عندنا ما فيش الكحول قوي، والدراجز دي نون ستيرويدال اللي هي مفصوله لوحدها علشان الموضوع ده كومن بسبب النون ستيرويدال. بتبقى دوز ريليتد، كل ما كان البيشنت بياخد دوز اكبر من النون ستيرويدال هيعمل جاسترايتس وممكن يدخل معاه بيبتيك ألسر كمان. لو البيشنت بياخد نوعين من النون ستيرويدز مع بعض هو ما يعرفش مثلا دول الاثنين دول نون ستيرويدز، او بياخد معاها انتي كواجلانت او كورتيكوستيرويدز ده هيزود الريسك اوف بليدنج اكتر. تمام، البيشنت اللي كده ممكن اضطر اعمل له النير توتال جاستروتومي، يعني بعمل فتحه في الستمك واعمل له الرو ان واي. ايه الرو ان واي ده؟ زي في الصوره هنا كده لو بصينا هنلاقي بعمل باي باس للستمك، نفس فكره الجاستروجينوتومي بس بوصل حاجه بحاجه تانية. يعني انا كده مثلا لو بنبص في الصوره هنلاقي ان الفود وهو معدي من فوق بعد السيرجري بيعدي ويعدي في الواي شيب ده اللي هو جبته بالجوجنال. ثانيه كده، الفود بيعدي كده، احنا وصلنا جبنا الجوجنال اللي هو هنا ده طلعناه فوق وصلناه ب اللور اند اوف ذا اسوفجس او سيبنا جزء من الستمك صغير كده، عملنا باي باس للستمك عادي ولا كان دي كانت موجوده خالص. تمام، فاي باي باس للستمك والديودنال ماشي، عملت باي باس كل ده عشان الانفلاميشن اللي عنده ده ممكن يدخل البيشنت في بليدنج، ولو هو اصلا هاي ريسك بيشنت فبعمل باي باس تو بريفنت اصلا ان يحصل له فيرذر بليدنج. او ممكن اعمل موضوع الفاجاتومي والبايلوروبلاست اللي كنا قايلين عليه، بايلوروبلاستي ده نفس فكره الدرينج بروسيجر، او ممكن اخلي البيشنت كونزرفيشن انتل ترانسفيوجن ريكويرمنتس اكتر من 12، حته ان هو خليه بلاش اعمل له سيرجري دلوقتي لحد ما الريسك بتاعه يزيد، وده طبعا اوقع حاجه، يعني مش اي حد عنده انفلاميشن هخش اعمل له المالري فايز تير ده كاستريك قبل كده، ده حوالي 3-14% من الابر جي اي بليدنج. ده بيبقى بسبب transient increase في pressure gradient between the intrathoracic and intragastric portion of the gastroesophageal junction. فبيعمل linear او longitudinal tear، لو نبص في الصورة هنا اهو longitudinal tear، وده زي ما قلنا قبل كده ان هو بسبب غالبا حد بيبقى فيه vomiting كتير، سواء patient on chemotherapy مثلا او patient عنده bulimia فهو بينديوس ال vomiting. المهم ان فيه vomiting كتير وال vomiting ده بيزود ال pressure gradient كل مرة واحدة. تمام، فهيعمل تير، وكمان الاسيد اللي بيطلع من السمك بسبب الفوميتنج ده هيزود اكتر الريسك اوف تير. تمام، ال 50% من البيشنتس بيبقى عندهم بروكراكتد نوزيام فوميتنج الاول وبعدين فولد باي هيماتيمسيس، يبقى الفوميتنج اللي عمله دلوقتي المره دي ده هو اللي علل البريشر مره واحده فهو ده اللي عمل الهيماتيمسيس. تمام، التيرز ار يوجوالي فاوند اون ذا لسر كيرف اوف ذا ستمك، ده الويكر بارت يعني في الستمك، حتى الالترز كان مور كومن في اللسر كيرفتشر في الستمك. والاندوسكوبي ممكن لو عملته في ساعتها اشوف اكتف بليدنج او اوزنج، او لو البيشنت لحق ان هو يعمل كلوت اشوفها بالاندوسكوبي، واشوف طبعا اللونجيتيودنال تير اللي احنا شايفينها دي صوره بالاندوسكوبي برضه. تمام، لو بيشنت عنده مالري فايس مع بورتال هايبرتنشن ده مش كومن قوي يعني، بس هشوف ديفيوز فينس بليدنج عشان البورتال هايبرتنشن الموجود، وبيبقى فيه تندنسي فور كونتينيوس بليدنج، هو كده عنده سببين البورتال هايبرتنشن دي، ممكن تعملها مثلا جاستريك فارسيس او اسفجيال فارسيس مع المالري فايس تير، فكده بقى هيزيد الريسك بتاعه بتاع البليدنج او الري بليدنج او ان هو اصلا ما يوقفش بليدنج بعده. تمام،
لو البيشنت اوريدي بليدنج دلوقتي وانا بعمله الاندوسكوبي بتدخل اندوسكوبيكلي، لو ما فيش بليدنج خلاص بسيبه. وطبعا ادفايس البيشنت ان هو ما يعملش موضوع الفوميتنج ده تاني، ولو بيشنت اون كيموثيرابي حاول اديله حاجه انتي ايماتيك اقوى من اللي هو اوريدي بياخده. وغالبا ماري ريفايز تير ده ات داز نوت ريبليد 0 تو 2%، يعني شبه ما فيش يعني. الديولا فويليشن ده هو ده اللي كنا بنقول ان هو سب ميوكوزال ارتري، لارج سب ميوكوزال ارتري ايرودنج ثرو ذا ميوكوزا انتو ذا نيومن. تمام. وحته الايروجن دي هي دي اللي هتطلع ده ارتري في هاي بريشر وفي بلاد كميه كبيره، فهيطلع كل مره واحده، فهو ده اللي هيعمله الهيماتيزس. طبعا ات مور كومن within 6 سنتيمتر اوف جاسترو اسوفيجيال جانكشن في الفاندس اوف ذا ستمك. زي ما قلنا الجاسترو اسوفيجيال جانكشن او اي جانكشن بيبقى حته الويكنس. الجيلا فويليشن از نوت كومن، يعني نص ال 5.3% اوف ابر جي اي بليدنج. يعني لو قارناها بقيه الحاجه الاسوفيجيال فيرتس مثلا كان 75%، ده من نص الخمسه، فحاجه اقل شويه بس طبعا نبقى عارفين. الارتري ده لما يبقى اكسبوز تو اسيد هيحصل reflex vasoconstriction for the patient will heal ويبقى endoscopically free. ده الجزء اللي كنا بنقوله قبل كده ان هو يبقى عنده bleeding وحصل ال bleeding، اجي ادخل endoscopically ما لقيش حاجه. ليه؟ عشان ال bleeding اللي حصل ده ال artery ده was subjected لل acid اللي موجود في الستمك، فحصل reflex vasoconstriction فخلاص هدخل بالendoscopy مش هلاقي حاجه شغاله دلوقتي، ومش هلاقي اصلا ال artery وحصل له vasoconstriction واختفى خلاص، ما بقاش حتى evident بالendoscopy. تمام. ويحصل recurrent massive hematemesis ومفيش symptoms قبلها، يعني هو مثلا البيشنت كويس ما عندوش مثلا liver disease وما عندوش اي مشكله تانية، ما عندوش symptoms of GERD، فما عندوش مشكله ان هو ويحصل فجاه bleeding. ده حله ايه؟ لو حد لحقه during the bleeding وعمل endoscopy actively وقت الهيماتيمسيس وشاف البليدنج بعينه، ينجكت بقى السبميوكوزال داي ده يوقف البليدنج ويعمل حته التاتوينج ده عشان يبقى ده خلاص مكان اتعلم ان البيشنت ده عنده سبميوكوزال ارتري بيحصل له بليدنج. فخلاص لو حد دخل بعده يبقى عنده، يبقى عارف هو عنده ايه، ويبقى عارف مكان الارتري ايه، مش بس يبقى عنده. لو عنده ده ممكن نفهم البيشنت، لكن بس يبقى عارف مكانه عشان لو مثلا البيشنت ده جاب بليدنج بعد كده يبقى الواحد عارف الدكتور اللي بيتريتهم بعد كده هل السبب من الحته دي ولا ممكن يكون عنده سبب تاني. لانه وارد جدا يبقى بيشنت عنده ديولافوي ليجن وعادي وكان بيجي له ريكرنت بليدنج وخلاص انا بعد ما عالجته الدنيا تمام، يجي بعد كده بسبب تاني. فما ينفعش اقول لا مثلا عنده جاستريك فيرسز او اسفجيال فيرسز، ما اجيش اقول ان هو لا طالما عنده هيستوري اوف ديولافوي ليجن يبقى خلاص كده احنا خلصنا. هتلاقوا الكلام، يعني هو الفيديو انا حاولت ما اطولش فيه قوي، بس هتلاقوا ان الكلام شبه اكتر الجزء الاهم كان في الفيديو اللي فات. هو هنا بس يمكن حاولت اقرا الكلام اللي عندكم في الهاند اوت بتاعكم، لقيت ان الكلام معظمه مش مهم، فحاولت اقول بس الكلام المهم حتى تكون سمعتوه عشان حتى يساعد ان هو يثبت في دماغكم. فجزء الريساسيتيشن والكلام ده يمكن موجود اكتر في البطنه، بس ده مش معناه ان انتم ما تبقوش عارفينه للجراحه، عشان بيجيبوا اسئله زي كده تبقوا فاهمين الكونسبت بيمشي ازاي. عشان احنا لما بنيجي نعالج بيشنت بنعالج بيشنت از هول. فاحنا قلنا الحبه اللي في الاول كده، وطبعا الجراحه ابر جي اي بليدنج بس في الجزء بتاع الجي اي تي، فقلنا بس الريساسيتيشن والحته اللي في الاول دي بتاعه البطنه، وقلنا الكوز سريعا. يعني طبعا هي موجوده اكتر باستفاضه اكتر في البطنه وباستفاضه اكتر في الفيديو اللي فات اللي ممكن ترجعوا له. ودخلنا بقى في الاسوفاجيال فيروسز اتكلمنا شويه، وفي انواع التريتمنت الثانيه الليزر والهيتر بروب والكلام ده. هو الصراحه انا ما كنتش لاقي حاجه اقولها فيه قوي، يعني حتى ما عرفتش اشرحه باستفاضه عشان هو يعني مش حاجه احنا مهمه علينا يعني نبقى عارفينها. تمام. وبعد كده قلنا بقى شويه كلام عن البابتيك ألسر، وكلمتين في الاخر عن الحاجات الانكومن الايروسيف كاسترايتس وكده. لو عايزين تركزوا على حاجه معينه ركزوا على الجزء بتاع حاجه جراحه ريليتد، جزء مثلا بتاع الري بليدنج بتاع الفورست كلاسيفيكيشن بتاع البابتيك ألسر، والجزء بتاع العمليات بتاع كل حاجه، خصوصا في اكيد انتوا عندكم محاضره بابتيك ألسر لوحدها اصلا. تمام. ودي فيها اكيد التريتمنتس المشروحه احسن من حتى اللي انا قلته اللي هو البيجوتومي والبايلوروبلاستي والجاستروجينوستومي والحاجات دي. فلما حد في الجراحه هيجي يسالك ممكن يسالك في الحاجات الجنرال كده اللي هي معالج البيشنت ازاي، الحاجات اللي في الاول كده، بس هتبقى كلام اكيد عارفينه يعني انتوا. والجزء بتاع الجراحه بقى ستريس بس شويه عليه اللي هو اسامي سيرجري. يا رب يكون الفيديو فاتكم وهايلايتد شويه البوينتس اللي تبقى مهمه في الجراحه. شكرا لوقتكم. لو في حد عنده اي اسئله او اي كومنتس او اي حاجه يوصلها، والواحد دايما طبعا بيحب يسمع فيدباك منكم، وربنا معاكم.